السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مره اخرى في قناتنا ناسوس. كنشكركم بزاف على المسانده ديالكم ليا وفي اطار تحضيرات ديال رمضان الكريم اللي هو على الابواب. غنقدم لكم طريقه السلو ديال الوالده. كيجي السلو ديالها رائع. مقادير ديال السلو ديال اي بيت مغربيه. اللوز، واحد الكيلو ديال اللوز كيكون محمر يما في الفران او مقلي، محمر مقشر ومقلي في الزيت. كيلو ديال الزنجلان نصو كيكون محمر وكنطحنو نصو نصو، كنخليوه صاين. سكر غلاص على حسب الذوق. 3 معالق ديال الاملو، 3 المعالق مخلطين ديال النافع وحبه الحلاوه، 2 معالق ديال القرفه، شويه الزيت فاش قلينا اللوز، وزيت البلديه، قرنفل واحد معلقه صغيره، والمسكه حره مطحونه مع السنيده. وبالنسبه للطحين كنحمرو كيلونس، وكاين ملي كتحمري كيتنقص كيولي تقريبا كيلو ربع. كنهزو الطحين. الطحين ممكن تحمروه في الفران، من الاحسن حنا كنحمروه في الفران. تبقاو مقابلينو مزيان، وكنديرو ليه شويه قبصه الملح. اللوز كاين اللي كيقلي اللوز في الفران حتى هو كيجي زوين. الجنجلان، النافع وحبه الحلاوه، 3 المعالق كما قلنا مخلطين، معلقه صغيره ديال القرنفل، قرفه، المسكه الحره مطحونه مع السنيده. جهت واحد 5 دراهم. املو، اللي ما عندوش املو يطحن اللوز حتى يولي بحال البخاليني وكتستعملو. سكر كلاصي، كاين اللي كيبغي يدير العسل، ولكن من الاحسن الا ما كانش عندكم العسل الحره ما ديروش. اللهم سكر كلاصي. كنخلطو المقادير كاملين. بالنسبه للسكر كلاصي خصكم تغربلوه باش ما يكونوش دوك الحبيبات، ما كيبغوش يذوبوا. نتمنى تجربوا هذه الطريقه، وخاصه نفس الطريقه ديال السلو ديال المغرب كامل. لكن اللي كيضيف بلاصه اللوز كيدير كاوكاو، نص اللوز نص كاوكاو. ما عمرني ما ذقته، ولكن كيقولوا كيجي زوين. كنديروا الزيت فاش قلينا اللوز، ممكن تستعملوا الزبده، ولكن الزبده ماشي الزبده، خصها تكون دايبه، كتحيدوا ليها داك الحليب ديالها باش ما يخسرش. وكما كنقول ليه اودي، وما ديروش سخون، من الاحسن يكون بارد. ديروا ذوبوه قبل بليله. كنخلطوا العناصر كاملين. خصنا نستعملوا جوج اليدين حيت السلو كيخسر العجين مزيان.
خصنا نعركو نيت واحد ربع ساعة حتى كيندمج جميع العناصر وكيخرج الزيت ديال الزنجلان واللوز. هنا ضفت شوية زيت العود. وبالنسبة لزيت العود خصكم ما تستعملوش زيت العود اللي فيها اللي قاصحة اللي فيها الريحة، خذوا زيت العود اللي كتكون ما كتكونش فيها الريحة. حنا كنا كنديروا ليه الزبدة أودي، ولكن ملي جربناه بزيت العود صافي ولينا ديما زيت العود، خاصة الناس اللي فيهم الكوليسترول. كنعجنو مزيان، كاين اللي كيطحنو في عند العطارة هذاك المواكل حتى هو كيجي زوين، غير ما كيبانش ما كيبقاش يبان هذاك اللوز، هذاك التقرميشه ديال اللوز ولا الجنجلان. وكاين واحد الحل، ديروا النص طحنوه عندهم ومن بعد تخليوا النص ديال اللوز مهرمش والنص ديال الجنجلان وتعودوا لي في الدار. هنا دابا غنجمعوه في القصعة ديالي ونغطيه، نخليه حتى الغد غيطلق الزيت ديالو. الا كان فيه اللي عنده شي الا كان عند شي فائض ديال الزيت كيخرجوا، وعاد الغد هنا كنجمعو كنغطيه حتى الغدا، وعاد غنهزو ثاني ونعجن والله في الغد. نسيتو ثاني وعجنتو، بديت كنخلط فيه. ما كنشكرك واحد الحاجه، كنشكركم على المسانده ديالكم ليا والتعليق ديالكم المحفزة، شكرا بزاف. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات مع أصحابكم والعائلة. وبالنسبة للسكر كلاصي نتوما غتذوقوا على حسب المذاق ديال على حسب الحلاوة اللي كتبغيو. كاين اللي كيبغي حلو بزاف، كاين اللي ما كيبغيش. وكاين اللي كيبغيه ما يكونش كيكون فرتت غبره، كل واحد يدير سلو على حسب كيما كيبغي. ها هو التقديم البسيط المتواضع. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه، سهله ما فيهاش العذاب، غير واحد الحاجه بالنسبه للطحين ما تحمروش بزاف، وجنجلان حتى هو الا حمرتوهم الا فات التحمر كيعطي واحد المذاق مر.
يلا نقول لكم شكرا على المساندة. رمضان كريم، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسعادة والهناء ورحمة البال. إلى الملتقى إن شاء الله. تنميرت.